اهلا وسهلا، تحيه لكل مستمعين اكسبريس اف ام. عودة من جديد لمواصله الموعد معكم في حديث في البزنس. نذكر وان حصتنا لليوم تتعدى من اس دي اس اكسبو، اول سالون للشحن والتوزيع، واحد من القطاعات المهمه، قطاع اللوجستيك. هذا قطاع نذكر مره اخرى وانه تقريبا في ترابط بكل الانشطه والقطاعات الاقتصاديه الاخرى، سواء اللي تخدم على مرشي لوكال ولا مرشي انترناسيونال. وهذا حقيقه اكتشفت انه القطاع على مستوى السوق المحليه عنده اهميه كبيره برشا من خلال الاخوه الحاضرين والمشاركين لهنا اليوم في القطاع من عارضين ومهنيين يراهنوا على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تطوير هالقطاع. هذا على هذاك يحضر معنا سي اسامه ترشله، مدير تجاري بمؤسسه اللي تخدم على النوسيون هذيا. ديجا هتنجوها واحده واحده. اهلا وسهلا سي اسامه، صباح النور. صحه، مرحبا بك. صباح النور، ميرسي بور لانفيتاسيون، ميرسي ديجا بور فوتر بريزونس، بور لورغانيزاسيون اي لونغاجمون سورتو في لي ديفيرون سيكتور اللي قاعدين تخدموا عليهم. شكرا لك يا سيدي ومرحبا بك انت معنا اليوم. خليني نسمع من عندك مشاركتكم اليوم في الصالون هذا في اول دوره. نعرف العملية صعبة شوية باش تقنع مؤسسة باش تقولها تيان فوالا في شامبر سالون يهم السكتور، وهذه راهي أول دورة، دونك مازال ما فماش هكا غوتور من دوتخ إيديسيون السالون، وشنو هي حوالي وشكون اللي يشاركوا. صحيح، كيفاش راهنتوا على هذا وقلتوا تيان فوالا نمشي ونشارك؟ صحيح والله، احنا في المجمع معناتها في الجروب اي اس تي اون لابيتود دو بارتيسيبي كومين في لي سالون في لي اكسبوزيسيون، والحقيقه برانسيبالمون البارتيسيباسيون تاعنا المغلب كانت في ليترونجي. اول مره يصير، فاول مره ولا اول مره يصير في تونس. صحيح، ولا بارمي لي غار فوا اللي يصير فما اون اكسبوزيسيون ان سالون معناتها ديدي للميتيي هذايا واورينتي لي بروفيسيونيل دو سيرفيس ترونسبور لوجيستيك انسي سويت. ايفيدامون باش نكونوا من اول لي participants خاطر احنا معناتها لو جروب نتاعنا ان دي برينسيپو انترفونون اليوم اللي موجودين سور لو مارشي ان تيرم دو فوليوم دو شيفر دافير وكل. ايفيدامون اون بو كو بوستي معناتها اون انيشاتيف كيف هكا، وزاد الحقيقه اون انتريسي باسكو يا يو دي كليون اليوم، يا يو دي انترفونون كاين فما برشا وخاين في السيكتور، زاد دي ترونسبورتور دي لوجيستيسيان دي ترانزيتير اللي جاو بحذنا للستاند، وكاين ان ايشانج تري كونستركتيف. انا جو سوي فريمون تري ساتيسفي دو سيت اورغانيزاسيون، جو نيكزاجير با، مي اليوم كون فوز ادريسي ان كوميرسيال ويقول لك اليوم ريت 20 30 40 بروسبي كليون، سا بو با اتر بلو موتيفون كو سا. دونك جو بونس كو سيت اون بون اورغانيزاسيون. اذا نهار الاول ان شاء الله، نهار الثاني يكون انيمي زاد دو لا ميم كاليتي اي دو لا ميم كونتيتي ان شاء الله. والله سعيد كيف نلقاك في الشكل هذا. اي كوميرسيال الحقيقه باش ينجم يكون. شوف فما حاجه سي اسامه مهمه على الاخر، كي نحكيو على مؤسسه بالحجم نتاعكم بالجروب نتاعكم وتقول معناتها من اول ايديسيون كنا سعاد معناتها الى حد الان في المشاركه، حاجه مهمه على الاخر على الاخر معناتها معناتها فما كولابوراسيون قاعده تصير. هذا يعطيني فكره انه فما خلينا نقولوا بروميير كونتاكت مع دي كليون، مع اكيد دوتر سوسيتي اخرين معناتها تنجموا تعاونوا معاهم. اكيد، والحقيقه حتى لي زيشانج اي سون دون سيرتين كاليتي اليوم، وقت لا كون فوز اكسبوزي كون فوز افي ان ستاند اوسي جولي كون لا بون افيك توت لا موديستي دو موند، لي زيشانج كانوا كونستركتيف مع الكليونيت نتاعنا ومع الناس اللي جات عملت عندنا دي فيزيت. بون كيف قلت لك احنا ونا de participer à des salons pareils. Nimchi, on a Sylf et Barcelone, on participe tout l'âme. On a d'autres salons, FI Munich, qui sont orientés logistique au transport international, FI Lyon, FI Nice. On a l'habitude de participer. Lui, on a un salon FI Tunis, les hommes d'un coup, nous, Meloula, qui participent, ou les hommes d'Inchallah pour les prochaines éditions, on vous supporte, on vous appuie. Il y a de quoi, معناتها مش انا راهو قاعدين نعملوا في مزيا ولا حاجه، مي يا دو كوا، يا دو لا ماتيير اليوم بور ديفلوبي. دونك فوالا. تقول انت اللي باش نمشيو به السالون البر، علاش لا يكون عندنا سالون تاعنا؟ هذه هو ليديسيون، علاش لا في ليديسيون جينيك ولا ليشيل انترناسيونال؟ سي فري كو بعثي لي زاد لي كونتاكت، اي سون فيلتري، معناتها اليوم نشوفوا كليونيت توانسه دي ترانزيتير توانسه دي انترفولون توانسه، شوز كي نيكزيست با ولا كي اكزيست دو مانيير اكبر بيسر في لي سالون الوحيد الاخرين، على خاطر تلقى دي انترفونون ايترونجي فوز الي فوار دو توت لي سورت دو توت لي كولور. دونك هذا هو. باهي خلينا نقدموا واحده واحده. هذه المشاركه نتاعكم في السالون وما شاء الله معناتها قاعدين من خلال المشاركه هذه تحققوا ذولي في الهدف اللي جيتوا على خاطره للسالون هذا. خلينا نكتشفوا واقع النشاط في القطاع نتاعكم من خلال السيرفيس اللي تقدموه، من خلال الخدمه اللي تقدموها، خاصه انه انتم تخدموا على مارشي تونسي 100%، هذا مهم جدا، وتخدموا كفاءات تونسية وحاجة مهمة على الاخر، وانه نلقاو مؤسسات في القطاع هذا، لانه تقريبا في القطاع هذا ثم مؤسسات عالمية كبيرة اليوم ماهيش تونسية، لكن الطموح انه علاش ليه قطاع نجم نخلقوا فيه مؤسسات تونسية ما يتطلبش الا انه اجتهاد ودعم.
صحيح لازم برشا اجتهاد وسورتو برشا دعم. احنا الحمد لله من فضل ربي لو جروب اي اس تي الجروب المستقبل لخدمات النقل سان جروب تونيزيا 100% كابيتال تونيزيا 100% présent évidemment في تونس في différents types d'activités معناتها نعملو لو ترانسبور انترناسيونال روتيير ماريتيم aérien on fait de la logistique que ce soit de la logistique onshore ou la offshore et ça c'est une c'est un secteur très innovant مطلوب جدا اليوم في الاندستري ولا في السيرفيس التونسي موجودين زاد avec des implantations propres في ايطاليا في المانيا في بلجيكا في هولندا وهذا في حد ذاته c'est une petite exception خاطر احنا في العاده nous avons des intervenants internationaux des grosses firmes des grosses boîtes qui sont implantées un peu partout en Europe et في تونس donc on fait de la concurrence اليوم à des sociétés qui sont تونس خرجنا لهم باش نفهموا احنا في c'est pas très évident ولكن الحقيقه la volonté la détermination et surtout la persévérance احنا تاو الجروب عمره presque 30 سنه on est sur la même معناتها sur la même optique c'est la même stratégie qu'on est en train de suivre depuis l'époque c'est Mohamed Salah tarchallah la yrahmo il avait lancé la le groupe في اول التسعينات où il a choisi ce chemin. Il a toujours investi dans le personnel tunisien, dans le matériel tunisien, dans les implantations tunisiennes qui se font à l'étranger. Ça paye. Lui-même, très honnêtement, ça paye. Lui-même, je fais confiance que j'ai dévoilé sur la radio. Donc le groupe Meshi à l'international. Meshi à l'international, il investit. C'est un capital tunisien. C'est un personnel tunisien, c'est un know-how tunisien. اليوم وهذا اللي قاعدين نبيعوا اليوم وقت اللي ندقوا الباب نتاع الكليون تاعنا كو سوا تونسي ولا ان كليون انترناسيونال اون فون دو لا بريستاسيون تونسي 100% اي سا في لا ديفيرونس ها باش نقول لك حاجه وي والله سا في لا ديفيرونس هذا اللي يصنع الفرق اليوم فما حاجه مهمه راه ما نعرفش سي وسيم انت تتكلم طونك انت تعيش في هذه الكل لكن اللي يسمع فيك اليوم الاكيد باش يتبه الحاجه وانه القطاع هذا قطاع فيه منافسه كبيره على مستوى عالمي دول تدعم في المؤسسات نتاعها في القطاع هذا خلينا نقول دول كبرى اقتصاديات العالم اليوم عامله مؤسسات ومؤسسات خاصه ماهيش مؤسسات نتاع الدول وتدعمها الدول نتاعها بطريقه غير مباشره ولكن الدعم واضح دعم واضح اليوم ونعرفوا عدد المؤسسات واليوم منهم مؤسسات يشاركوا في السلام بعدين لهنا معناتها سي دي زامي كونفرير ما بدل شيء ولكن اليوم كونسومي تونسي هو الكونسيبت اللي قاعدين نتبعوا هذا هو واحنا اليوم في تشجيع للمؤسسه التونسيه وهذا مهم جدا قلت لك تقول فيه ممكن انت ما تعيش فيه ما تحس لكن خليني نقول لك حاجه مهمه جدا اليوم ان نلقاو مؤسسه تونسيه في قطاع فيه تنافسيه كبيره على مستوى تونس وعلى مستوى العالم تنشط بشكل هذا حاضره في اكثر من دوله في العالم برافو يعطيكم الصحه بالتوفيق لكم هذا مهم جدا نحب نسالك على نقطه مهمه اللي هو التيم اليوم نتاع اس دي اس اكسبو في اول دوره اللي هو ديجيتاليزاسيون انتوما لتطوير الخدمه نتاعكم قاعدين ماشيين في المجال هذايا ولا لا واسكو اليوم نعرف اللي فما من جهه اخرى مشكل مع خلينا نقولها كما هي مع الدوله لانه فما مشكل الرقم بالنسبه للدوله نتاعنا القطاع الخاص يجري فيتيس والدوله تجري فيتيس واحد اخر انتم اسكو في هذايا لقينا رواحكم ولا لا؟ بون لقينا رواحنا باغ لا فورس دي شوز اليوم لا ديجيتاليزاسيون سا موست سي اون اوبليغاسيون اليوم تقريبا في السيكتور نتاع السيرفيس حاجه لازمه احنا والحمد لله معناتها سي ان اكس خدمنا عليه صافي كيلكو زاني دونك اليوم لقينا رواحنا تقريبا لي زانفيستيسمون اللي عملناهم كو سوسوا في اللوجيسيال ولا في لي زابليكاسيون انفورماتيك ولا حتى في طريقه المعامله نتاعنا مع الحرفاء نتاعنا ولا مع المزودين اون سي انفيستي بالكدا اون انفيستي بوكو دارجون في الاكس هذايا دونك اليوم وقت اللي ولات العمليه لي داكتواليتي لقينا رواحنا تقريبا معناتها سابقين شويه الاخرين لي كونكورون نتاعنا نجم نقول لك انا اليوم هذا الشيء اللي يتباع الكليون اليوم اللي تري سنسيبل للديجيتاليزاسيون اكثر منه سنسيبيليتي بتتر للسوم اللي كانت هذه لا توندونس 10 سنين التالي 15 سنه التالي كان لاكس فينانسي هو لاكس ايفيدامون لو بلوز امبورطون الحريف التونسي تطور على الاخر معناتها انا جاي لوكازيون دو سويفر ان بو لي ايفولوسيون على صاروا عند لي كليون وسورتو لي جروب تونيزيان
اليوم عندك دي جروب تونيزيان لا يلوجو في لا ديفيرونساسيون، يلوجو في السيرفيس، يلوجو في الكاليتي، يلوجو في الكاليتي. ما عادش الكليون تونسي اللي بقداش بقداش بقداش. اليوم التونسي يقول لك اعطيني الكاليتي، اعطيني لافورماسيون ا طون، اللي اوسي اكزيجون كان كليون اوروبيان ولا ولا كون مولتي ناسيونال. جيتي توت ا لور ان انتروتيان مع ان غرو كليون عندنا في السيكتور نتاع الكابلاج اوتوموبيل، مجمع تونسي، وتقريبا 90% من الوقت نتاع النقاش نتاعنا كان في روندر لافورماسيون فلويد ا ترافير لا ديجي ديجيتاليزاسيون. وهذا وهذا معناتها برنامج خدمنا عليه عندنا 5 ولا 6 سنين مع الحريف هذا بيدو. دونك اليوم لو تيم انا نلقى روحي جو سوي معناتها جو سوي تري اليز اون بارلون دو سو تيم لا، خاطر حاجه خدمت عليها عشرات مئات المرات ولي زابليكاسيون انفورماتيك اون تيتي ديفلوبي دون سو سونس. يعطيك الصحه سي اسامه، شكرا ليك، بالتوفيق ليكم، بالحق سعيد جدا باللي سمعته من عندك، سعيد بانه معناتها نحكيو على مؤسسه تونسيه هي اللي مشيت للمنافسين نتاعها على ليشيل انترناسيونال وتنافس فيهم فين هما موجودين. هذا مهم افيك ان بيرسونيل تونيزي، معناتها اليوم اللي ماناجير اللي موجودين في دوسلدورف، موجودين في هامبورغ، موجودين في ميلان، موجودين في باريس، جانسيست سي دي كومبيتونس تونيزيان، الا تفورميو في تونس وخدموا في تونس وسمعوا ليكزيجونس تاع الكليون تونسي، واليوم يسون سي دي كومبيتونس سي دي بونتور كي ديريج دي بلاتفورم كي ديريج دي انتربريز البرا. و جو سيزي سيت اوكازيون جوست باش بور رميرسي لي كليون، لي كليونيت اللي عطاو فينا ثقه. و ان طونك ترونسبورتور تونسي كيف قلت لك ان لوجيستيسيان زاد امبلونتي اليوم في تونس وامبلونتي على الاترونجي، فهم برشا ناس عطاتنا ثقتها ودازت معنا ووصلتنا اليوم ليتاب اللي احنا فيها، وان شاء الله بقدره الله مزيد من التوفيق لينا نحن وليكم انتم ايفيدامون. شكرا لك، يعطيك الصحه بالتوفيق لكم سي اسامه، يعطيك الصحه على مشاركتك معنا، احنا مازلنا باش نواصلوا معاكم في حواراتنا في حديث في البزنس، فصل قصير وراجعين لمواصله.